مملكة تورو في أوغندا تحتفل بالملك الجديد. أوموكاما أويو ذي 18 ربيعاً، والاحتفالات تستمر يومين إذاناً ببدء حكم لمدة 10 أعوام. وكان أويو قد أعلن أصغر ملك في العالم بعد وفاة والده قبل 15 عاماً، وهو الآن يؤدي المراسم التقليدية لتولي منصبه رسمياً. In addition to health, بالإضافة إلى الصحة، فإن الأمن الغذائي على رأس أولوياتنا. يجب أن يكون لدى كل أسرة الطعام اللازم للأكل والتخزين والبيع، ويجب أن نعيد النظام القديم وهو صومعة في كل بيت. Every family must have enough food to eat, store and sell for income. أقيمت المراسم في القصر الملكي الذي طالما استقبل زعماء دول وسفراء، وحضر المراسم 10,000 في مواطني المملكة وأيضا رموز الدولة الأوغندية. My support for you was because I knew there are a lot of linkages. تأييدي لك يرجع إلى علمي بالروابط الكثيرة بين الشعب، وأردت أن أستغل هذه الثقافة لزيادة الروابط. Not to prove how separate you are. وتعد تورو واحدة من 3 ممالك قديمة تابعة لأوغندا، وهي تحتفظ بتراثها الثقافي دون امتلاك سلطات تنفيذية. أحمد الشيخ، BBC.